وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي إخوتي في الله في هذه الحلقة نسعد إياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله شيخ سليمان حياكم الله يا شيخ أحمد وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات بارك الله فيكم نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة ولمن أراد التواصل في الأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة فضيل الشيخ مع أول متصل معنا أبو صالح تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخ سليمان حياكم الله أبو صالح وبارك فيك الله يرعاك ورضى عليك السؤال الأول تنظم بعض الجهات الحكومية مزادات على أشياء تم مصادرتها من أناس مخالفين أو بضائع تركت في الميناء ولم يستلمها أصحابها ما حكم شراء هذه السلع؟ السؤال الثاني والأخير فضيلة الشيخ أيهما أفضل أن أمكث في المسجد قبل الفريضة أو بعدها وما الذكر الذي يقال بعد إقامة الصلاة؟ بارك الله فيك معي متصل تفضل يا عبد العزيز السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييك الله يحييك وبارك فيك تفضل يا أخي عبد العزيز عزيزي فاضل ونعى الهواء تفضل اي نعم طال عمرك انا عندي سؤال بالنسبة لطال عمرك للمحمدات التعاونية او الجهات الخيرية يكون هناك عديدة حاسوبية او طابعات او تلفون ويجي بعض أشخاص يستعملها كحاجة شخصية وليس بمجال العمل نعم. لكن هذا الشخص يعني بما أنه متعاون وليس المكافأة من باب تألف قلبه أننا نخلي نستخدم على الجهاز هذا أو الحاجة أو القلم هذا أو السيارة نعم. فهذا جائز بارك الله فيك أم لا بارك الله فيك شكرا في سؤال آخر أستاذ عبد العزيز شكرا لك شكرا لك محمد معي تفضل تفضل يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد كيف حالك الله يحييك وبارك فيك الله يحفظك جوائز الشيخ زكاتي جزأتها يعني أخرج كل شهر جزء وأعطي شخص معين يعني نفس الشخص لكن جزء هذا تجي معطيته دخل على واحدة الزكاة تقسمها على عدة أشهر أيوة على أساس ما يعني حرصا مصرفها يعني يستفيد منها أكثر وتدفع هذا بعد مضي الحول يعني وليس قبله لا قبله وبعده طيب وفقك الله بارك الله فيك يا أخي محمد شكرا لك نورة معي تفضلي أختي نورة معنا طيب شكرا لك وأعود إلى أسئلة الأخ أبو صالح في سؤالي الأول يقول تقيم بعض الأجهزة الحكومية مزادات على بضائع مصادرة أو على سيارة مصادرة أو أحيانا المواني تقيم مزادات على بضائع تخلف أصحابها عن استلامها فما حكم شراء هذه وأين تذهب وأين تصرف أموالها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن هذه المزادات كما هو معلوم في غالب الأحوال هي تقام إما على أموال مصادرة بحكم قضائي وإما بحكم النظام لوجود مخالفات عليها مخالفات في أعيانها أو مخالفات في طريقة توريدها فهذا نوع من العقوبة المالية في الحقيقة وهو صحيح بالشريعة
والأصل نقول الأصل أن ما نستطيع أن نعرف تصرف كل شخص وكل موظف وكل مسؤول في أي دولة وفي أي مكان، لا نستطيع أن نقول بأن التصرف بعينه بأنه صحيح. وكذلك أيضا المتعامل مع هذه المزادات لا يستطيع أن يقول بأن هذا 100 حكم صحيح وواحد منها غير صحيح، ما يدري عنها أيضا في حقيقة الحال. ولهذا نقول يجوز للإنسان أن يتعامل مع هذه المزادات بالشراء منها ولا حرج عليه في ذلك، بس بشرط أن يكون هذا المزاد قد أقيم وفق النظام، أو على الأقل أن يعرف ألا يعرف أنه أقيم على غير النظام. إذا كان يعرف أنه أقيم على غير وجه نظامي هذا لا يجوز. نعم. قد يكون هناك تلاعب وهناك تجاوز الأنظمة وتجاوز الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، فإذا علمت فلا يجوز. والناس طبعا لا يعرفون، يعلن عن المزاد العلني، والغالب إذا أعلن في الصحف والمجلات أنه قد استند إلى مادة إلى الأحكام القضائية المعينة أو الأحكام الإدارية المحددة التي أجازت بيع مثل هذا. بالجملة لا يجب على الإنسان يتقصى، أعلن عن هذا الأمر وصدرت هذه المبالغ ولا يلزم أن يتقصى بذلك، ولو اشترى شيئا منها كان شراءه صحيحا، ولو ثبت أن قرار المصادرة باطل والبيع غير صحيح، بيع الدولة أو الجهة الحكومية المعينة لهذه البضائع المصادرة أنه غير صحيح، فإثمها على الدولة وضمانها على الدولة أيضا، لا يعودون إلى الشخص الذي قد اشترى هذه السلعة. ولذلك نقول لا حرج مطلقا بإذن الله عز وجل الإنسان يدخل في هذه المزادات الرسمية المعلنة، لا سيما أنه لا يعرف كما ذكرت أن هناك حكما غير صحيح أو هناك حكم في الباطن غير صحيح، وهو غير مكلف الحقيقة أن يتقصى في مثل هذه المسائل، فيكون شراءه صحيح. هي تؤول إلى خزينة الدولة، طبعا أثمانها تؤول إلى خزينة الدولة، وبعض أثمانها أحيانا تؤول إلى الجهة المختصة بموجب نظام معتبر، يعني مثل مصلحة الجمارك في قضية تهريب المخدرات والوسائط المضبوطة والمصادرة في مثل هذه العمليات، نص النظام على أنها تعود على شكل مكافآت وفق أيضا نظام معين ومحدد ودقيق في توزيع هذه المكافآت على المستحقين لها. نعم. فمعناه أنها تذهب إلى بيت المال، والمكافآت يعني تعالج على وفق نظام بيت المال ونظام هذه الجهة المختصة، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بندر ثبيتي يسأل عن سوق عكاظ الثقافي، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز حضور هذا السوق، ما خاصة أني قد سمعت من يقول أنه إحياء للجاهلية لأنه كان عيدا لهم، يرجو الجواب لأنه قد أزمع الحضور هذا السوق. أنا لا أعرف الحقيقة أنه كان عيدا معينا يقام في الجاهلية لغرض معين أو لسبب محدد تعبدي. الذي أعرف أنه كان سوق تجاري وكذلك سوق أيضا أدبي للإنشاد. نعم نعم. فلا أعرف الحقيقة أنه قد بني على وجود صنم مثلا معين يعظمه أهل الجاهلية، وإن كان في كتب التاريخ ذكر وجود أصنام، الأصنام في الجاهلية كانت توجد في كل مكان، في مواضع متعددة. فهل ثبت أن هذا السوق أو هذا المكان قد عقد في هذا الموضع لأجل هذا الغرض؟ أنا لا أعرف الحقيقة شيء من هذا. ولو ثبت أنه عيد الجاهلية مبني على معنى جاهلي ومعنى شركي وغير تعبدي فهذا لا يجوز، لكن لا أعرف الحقيقة من تكلم في هذا ومن أنكره. لكن الذين أنكروا هذه المسألة قالوا أنه سوق في الجاهلية فلا يجوز إحياؤه ونقله إلى 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 حالة الإسلام، هذه مسألة أخرى الحقيقة، ولا أرى أنها تدخل في باب الأعياد المكانية المحرمة إلا إذا ثبت أنها عيد معين في هذا المكان، عيد مكاني لأجل وجود أصنام أو وجود شيء يعبد من دون الله عز وجل، فهنا لا يجوز، وأنا لا أعرف هذا والله أعلم. بارك الله فيك شيخ. أبو صالح يسأل عن أفضل أيهما أفضل، المكوث قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ نعم، في كلا الأمرين وردت السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال المرء في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فهذا في حال الانتظار بعد الصلاة. وكذلك ورد صلاة الملائكة على المرء بعد الصلاة إذا بقي، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، على قول بعض شراح الحديث أن الانتظار هو الانتظار بالمكث. نعم. والقول الآخر أنه الانتظار هو التحري، أنه إذا قضى صلاته أنه ينتظر الصلاة القادمة من حرصه عليها وعلى مواقيته حتى
لا تفوته هذه الصلاة. فكل الأمرين قد وردت به السنة، والإنسان مأجور في كل الأمرين والله أعلم. الحمد لله، بارك الله فيكم. عبد العزيز يقول: في المكاتب التعاونية توجد أجهزة وطابعات وأجهزة تصوير قد يستخدمها بعض المتعاونين مع هذه المكاتب، خاصة وأنهم يعملون ولا يتقاضون أجرة على عملهم، فهل يمكنون من استخدام هذه الأجهزة التي تعود إلى تلك المكاتب؟ نعم، لا يجوز استخدام الأجهزة الحكومية في الأغراض الخاصة، وكذلك أيضا الأمر والحال والحكم ينطبق على الأجهزة المتعلقة بالجهات الخيرية، لأنها وكذلك المؤسسات التجارية لا يجوز أن يستعمل شيء من الخصوصيات هذه الجهات في أموره الخاصة، سواء كذلك التصوير أو لغير التصوير، ما لم يكن تصوير إذا كان قليل ونادر وليس على وجه الكثرة. إذا كان تصوير في هذا المكان سوف يعفيه من الخروج والذهاب وتضييع الدوام، فالإنسان يعرفها بعقله. صحيح. يذهب يصور في الخارج ثم يضيع ساعة من الدوام، هذا لا يوافقه لا عقل ولا منطق ولا دين أيضا. مثل استخدام الهاتف قبل الجوالات وقبل، كان بعضهم يخرج ويكلم بالهاتف في الكابينة الخارجية قبل الجوالات. صحيح. يقول أنا أتورع من الكلام في الدائرة الحكومية. يا أخي كلم في الدائرة الحكومية وحافظ على دوامك واستقبل مراجعك، وكلمة ورد غطاها كما يقول العامة لا تؤثر ولا تضر، تقضي بها حاجتك، وهذا من التكلف. صحيح. المنهي عنه الإنسان يصور، وكل عياله يجيب أوراق يصورها في هذا المكان، وحاجاته وحاجات أقاربه من يعرف، لا شك أيضا هذا في المرتبة العليا في المنع والتحريم. نأتي في المراتب المتوسطة في الاستخدام، الذي راه لا يفعل إلا باستئذان، ولا مانع الحقيقة أن ترتب الجهات الخيرية كمثل هذه الجهة، أن ترتب رسما ومبلغا لمثل هذه التصوير يدفع يوضع في صندوق هذه المؤسسة الخيرية والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معي باخ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. الله يحفظكم. تفضل. عندي سؤال يا أخ أحمد، بارك الله فيك وضيفك الكريم العزيز. تفضل يا أخ. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم تبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، أخرج مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. لكن يعلل بعضهم يقول أن السبب في ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان وصام ستة من شوال كأنما صام 360 يوم. ولكن قضية الشيخ أشكل علي أن هذا الفضل في شوال وفي غير شوال، يعني الحسنة بعشر أمثالها، فهل هو أمر تعبد يكون في رمضان أم لعلة أخرى أم لهذه العلة؟ نرجو منكم توضيح ذلك، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا أخي باخت. أم عبد المجيد معي. نعم، تفضل يا أم عبد المجيد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. يا شيخ، أنا سؤالي، أنا درست لي ألو، تفضلي. أنا درست فترة ومر علي مرضت، يعني فسألت قلت لو الله سبحانه وتعالى أشفاني من هالمرض عهد علي لأصوم الاثنين والخميس، ففي ناس قالوا لي ان طريقتي كانت خاطئه، كان مثلا يعني اشترطت على الله اني لو شفيت اصوم. نعم، هذا سؤالي. لو سؤالي الثاني يا شيخ، يا اختي الكريمه، انت قلتي ذلك في كل اثنين وخميس؟ انا قلت لو ان يعني مرضت وكان مرضي يعني شويه، فقلت لو الله سبحانه وتعالى يا رب انك لو شفيتني من هالمرض، انا ما قصدي اني اشترط، بس يعني قلت لو يا رب لو ان شفيتني من هالمرض عهد علي حمد وشكر لك يا رب اني اصوم كل اثنين وخميس. نعم. الا ان يحيط بي شيء، يعني الا ان يجيني عذر. نعم. فاحيانا كمان احيانا بكون عند امي او زي كذا بتكون تسوي عزيمة أو شيء، فتكون مقابلة الاثنين والخميس تلزم علي إلا أفطر، فأحياناً تصعب علي كلمتها وأفطر، مع أني أنا قلت في كلمتي عهد علي أني ما أفطر لأن يحاط بي، أنا قصدي يعني يحاط بي مرض أو عذر شرعي. طيب تسمعني إجابة يا أختي، في إضافة أخرى؟ الشيء الثاني يا شيخ، أبغى توجيه منك في مسألة التوبة. في ناس يا شيخ يعني يقول أنا خلاص أخطأت أذنبت، إيش الفائدة؟ يعني في ناس يقولون إن ما ترتب عليه حكم أو حد في الدنيا. نعم. إنه لا يسقط بالتوبة.
وفي ناس يعني يسوفون في التوبة لأجل هذا المعتقد. نعم واضح يا أختي الكريمة، أشكرك يا أم عبد المجيد. عبد المجيد من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك يا أخي عبد المجيد تفضل. بس من بسؤال للشيخ على أسماء الله الحسنى. نعم. إحنا أصلا يقولون 21 اسم في أسماء الله الحسنى لم تثبت في السنة، من هذه الأسامي المعز المذل. نعم. والسؤال الآخر لو سمحت. تفضل يا أستاذ. النزول على الركبتين أم على اليدين؟ عفوا. النزول يكون نزول. نعم. في الصلاة. على الركبتين أم على اليدين؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. سؤال آخر يا عبد المجيد. جزاكم الله خير. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أسماء معي تفضلي. تفضلي يا أسماء. أختي أسماء تفضلي. معنا أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. ما حكم المساعدة في الكسب على الثمار؟ لبس عباءة الكتف على ماذا؟ طيب شكرا لك. عمار معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عمار. عندي سؤال، السؤال الأول. نعم. ألعاب الخفة تدخل تحت السحر؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، مسوين جروب قرآن في الواتس، هل يجوز أم لا؟ لأنه بدينا رسائل إنه ما يجوز. جروب متابعة القرآن أو قراءة جزء من كتاب الله في كل يوم. أيوة، ويرسلوا رموز على قد الصفحات اللي إحنا بنرسلها. طيب طيب تسمع إجابة يا أخي الكريم. معي متصل سائر معي تفضل. تفضل يا أخي سائر. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. الله يسعد بساكم يا رب. حبيبنا الغالي، بغيت استفسر الله خليك. تفضل يا أخي. الأنبياء هل في فرق بينهم ولا كلهم نقول صلى الله عليه وسلم أو بس النبي والباقيين إيش نقول؟ نقول صلى الله عليه وسلم ولا عليهم عليه السلام. طيب. والشيء الثاني الحين الدعاء المشايخ اللي يقولونه وسقنا شربة هنية، هل يقول إيش الصيغة الصحيحة بالدعاء؟ شربة هنية. إيه اللي هو يقولون من يده الشريفة، أو بعض المشايخ يقول لا خطأ تقول من يده. نعم. والسؤال الثالث بخصوص المرأة اللي سقت الكلب، هي وش، هي يهودية ولا إسرائيلية مسلمة ولا إيش ديانة؟ طيب. يلا شكرا. شكرا لك يا سائر، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. فضيلة الشيخ الأخ محمد يقول أني أدفع زكاتي لرجل واحد وذلك على أقساط شهرية، أبدأ هذه الزكاة دفع هذه الزكاة قبل حلول الحول وبعده يستمر حتى أجزئها على هذا المستحق حتى لا يتلفها دفعة واحدة. وهو المزكي أو هو وكيل المزكي؟ هو مزكي. نعم، يجب على المزكي أن يخرج ماله زكاة ماله فورا، ولا يجوز أن يؤخرها بحجة أن هذا المستحق للزكاة بأنه لا يحسن التدبير، ولكن هذا يجوز للجمعيات الخيرية وكذلك لوكيل الفقراء. إذا كان شخص ليس وكيل للغني لكن بحث عنه الغني، بحث قالوا فلان يعرف فقراء فأعطاه المال، هذا يجوز له أن يقسط هذا المال إلى سنة على الصحيح. أما المزكي فيجب أن يخرجها من ذمته ومن تحت يده ومن تحت يد وكيله فور وجوبها. أما وكيل الفقراء مثل الجمعيات الخيرية ومثل الجهات الحكومية التي تتولى الفقراء ومثل وكيل الفقراء الذي يعتاد أنه يعطى كيكون قريب له مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهنا هذا صار وكيل للفقير، يجوز له أن يقسطها له بحسب الحاجة، بحسب حاجته. أما المزكي نفسه فلا بد أن يؤديها في أماكنها، وبحمد الله عز وجل هناك جمعيات وهناك مستحقون يوزعها على 7 أشخاص أو 10 أشخاص،
لا يلزم أن يقسطها بالتدريج على شخص واحد والله أعلم. نعم، لو قدم هذه الزكاة قبل حلول الشهر ودفعها بحيث ينتهي آخر قسط من هذه الأقساط مع حلول الحول. تأخير الزكاة فيه إضرار بالفقير والمستحق، وتقديمها فيه إضرار بالفقير والمستحق أيضا، لأنه يفوت حظه من هذه الزكاة في عام الزكاة نفسه، والعلماء لم يجزوه إلا لحاجة. نعم. كان يكون هناك مثلا قريب مقرب له وفي حالة مسغبة ويريد أن يجري عملية لا يستطيع أن يعني يجريها فقدم زكاته، هناك ضرورات وهناك حاجات عليا يجوز للسلطان أن يقدمها على المزكين، وكذلك يجوز الإنسان أيضا المزكي نفسه إذا وجدت حاجة ملحة من الحاجات العليا أو من الضرورات أن يقدمها. وأما في الأحوال العادية مجرد أنه فقير وهو يجد ما يسدد به حاجته فهذا لا تقدم لأجله الزكاة ولا تؤخر الله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ باخت يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع ستة من شوال كمن صام الدهر، يسأل عن علل ذلك بأن حسن بعشر أمثالها فقيس الستة أيام على ست على الشهرين الباقيين، يقول هل هذه هي العلة أو هناك علة أخرى؟ العلماء ذكروا هذا في شرح الحديث أن صيام رمضان عن 300 يوم الحسنة بعشر أمثالها، نعم. 10 في 30 تطلع 300 وستة في 10 تطلع 60 طلع 360 يوم، فهذا شرح للحديث الحقيقة وتلمس للسبب في هذا، وليس قطعا من العلماء بأن المراد هو هذا الحديث فكأنما صام الدهر. كأنما صام الدهر هل هو السنة أو الدهر كلها؟ الله عز وجل لا أعلم، وفضل الله عز وجل واسع، لكن كما ذكرت هو نوع من التلمس الذي لا يقطع العلماء قطعا يقينا بأن هذا هو المراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا باب الشرح والتوضيح والوعظ والتذكير وتلمس الحكم وليست العلل الشرعية بابها واسع، صحيح. ترغيبا للناس ومعرفة قواعد هذا الحكم والحكم والحكمة الشرعية منه دون أن يترتب عليها أحكام شرعية، ولهذا نقول هذا غير مقطوع به والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أم عبد المجيد تقول أصبت بمرض ثم قلت إن شفاني الله عز وجل من هذا المرض فعهد علي أن أصوم كل اثنين وخميس إلا أن يحيط بي شيء من مرض أو عذر شرعي. تقول أحيانا والدتي تأمرني بأن أفطر هذه الأيام فماذا يجب، وترجو منكم فضيلة الشيخ بيان في مسألة التوبة وحث الناس وبيان أن مهما بلغ الإنسان في معاصيه واقترافها إلا أن باب التوبة مفتوح. نعم، ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ويقول علماء بخيل المال إن كانت مالية وبخيل العمل إن كان عملا، والأخت فعلت شيئا مكروها حين نذرت، لكن العلماء قالوا بأن النذر أنه إذا تم فإنه يجب الوفاء به، هذا قول كافة أهل العلم في هذه المسألة حتى مع القول بكراهاته، وهذا من الأحكام الاستثنائية الحقيقة التي يكره فيها العمل التعبد المعين أو النذر به على الأصح وبين وجوب الوفاء به، ولله عز وجل الحكمة البالغة في تشريعاته سبحانه وتعالى. فنقول في هذه الحال بأنه يجب عليها أن تفي بنذرها، لكن هل يلزم هذا النذر على الدوام؟ هذا فيه نظر فيه نظر هذا، والأقرب أن لها أن تتحلل من هذا النذر بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، ولها أن تتحلل بكله، لكن قبل تحللها من الأيام الماضية فإنها تقضي هذه الأيام، فإنها تفي بنذرها عن الأيام التي حددت وكان لها محل، فإنها تكفر عن كل موضع خالفت فيه نذرها بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. وفيما يستقبل لها أن تكفر عن نذرها ذلك كله بحيث يسقط عنها بكفارة يمين واحدة، لأنه لا يجب الشيء على الإنسان على الدوام بحيث لا ينفك منه أبدا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عبد المجيد من العراق يسأل عن أسماء الله الحسنى ويقول بأن 21 اسما لم تثبت من هذه الأسماء وذكر من تلك الأسماء المعز والمذل.
نعم إن لله 99 اسماً هذا ثبت في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت فيه تحديد الأسماء 99، وإن كان قد جاء في رواية عند الترمذي لكن ضعفها المحققون من أهل الحديث وقالوا بعدم ثبوت هذه الرواية، أقصد تعيين 99 اسما لله عز وجل. لكن الإعزاز والإذلال هي من الصفات الفعلية لله عز وجل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فصفة إعزاز من شاء الله عز وجل وإذلال من شاء الله عز وجل هي من صفات الله عز وجل الفعلية. هل يشتق من الصفات الفعلية أسماء؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، وليس عندي فيها تحقيق في هذه المسألة، لكن الذي ذهب إليه جمهور من المحققين ومنهم الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وقبله ابن تيمية أيضا إلى أن الأسماء أسماء الله عز وجل توقيفية، ولذلك لا يقال بأن هذا اسم وعلم لله عز وجل ينسب إليه وتعبد به الأسماء ليكون علما مطلقا لله عز وجل إلا بدليل، لأن لا يثبت الاسم إلا بدليل من الكتاب والسنة كونه اسما. نعم. والقول الآخر هناك من قال بأنه كما ثبتت الصفة فإنه يشتق من الصفة اسما، لكن هذا القول كما قلت خالف قول المحققين من أهل العلم وهو يحتاج إلى مزيد من التأمل، لكن أرى للمرء أن يتوقف في هذه المسألة حتى يثبت عنده جواز اشتقاق أسماء الله عز وجل من أفعاله والله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن النزول في حالة السجود، هل ينزل المصلي على ركبتيه أم يباشر الأرض بيديه؟ نعم، ثبت في ذلك حديثان مشهوران. الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليقدم فلا يسجد ويبرك كما يبرك البعير، وليقدم كما ورد في ظاهر الحديث والرواية المشهورة وليقدم يديه قبل ركبتيه. والحديث الآخر حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد صلى الله عليه وسلم بدأ بركبتيه قبل يديه. فرأى بعض العلماء أن هناك تعارض بين حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنهما، وقد اختار ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن حديث أبي هريرة وقع فيه قلب أو انقلاب، فلا يبرك كما يبرك البعير. القلب هنا أو صحة هذا القلب هو أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن هذا هو الوضع المخالف لحال البعير، فيكون هذا هو المتسق مع صدر الحديث وهو الموافق لما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. وكلا الحديثين ثابتان كما هو الصحيح، وإن كان بعضهم ضعف حديث وائل بن حجر. فالأقرب الله أعلم في صفة هذه الحال هو أن يقدم ركبتيه قبل يديه، وهذه الحال السوية للإنسان الصحيح غير المسن. أما إذا أسن الإنسان قد يحتاج أن يقدم يديه قبل ركبتيه، لأنه لا يستطيع أن يملك جذع ظهره ويتصرف فيه فيهبط هبوطا بدلا ينزل على ركبتيه والله تعالى. لذلك الأقرب كما ذكرت هو تقديم الركبتين على اليدين والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنكم معي علي من الجزائر، تفضل. علي معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك يا أخي علي. بارك الله فيك يا شيخ. الشيخ هل بارك الله فيك. اسمعني من سماعة الهاتف يا أخي الكريم حتى يأتيني الصوت واضحا. بارك الله فيك. شيخ هل سياقة المرأة إن كانت لا ليس لها من يقضي حوائجها، هل تستطيع أن تستعير تسوق السيارة؟ نعم. وإن كان لها وليا أم لم يكن لها وليا، وما كيف نقول أن المرأة إن كانت لا تسوق وما هي الحجة إن كانت تسوق؟ طيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. عبد الله من تونس، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله. أرجوك سؤال. هناك شاب اتصل بوالدي فتاة. هناك شاب اتصل بوالدي فتاة. نعم. وأخبره أنه سيأتي ستأتي عائلته لخطبتها. نعم. وأعرض عن نفس الرغبة. هل يجوز له ذلك أم لا؟ وأعرب وإلى وأعرض عن هذه الرغبة. أعرب عن الرغبة. وأعرب برغبته بالفتاة. يريد خطبته أيضا. نعم. السؤال. أرجوك الملاحظة. سم. أخي عبد الله. معنا. طيب أحمد معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا أخوي أحمد. الله يسلمك. أقول بالنسبة لمسح الأذنين هل هو واجب أو مستحب؟ هذا السؤال الأول. مسح الأذنين هل هو واجب أو مستحب؟ طيب. بالنسبة للسؤال الثاني لحم الجزور هل هو ينقض الوضوء؟ وهل هو على جميع المذاهب أو مذهب الحنبلي؟ طيب. شكرا يا أحمد. معي متصل؟ شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ الأخ عمار يسأل عن حكم ألعاب الخفة، هل تدخل تحت السحر؟ أحيانا يؤدي الإنسان بعض الألعاب التي يتوهم من يشاهدها بأنها فيها نوع من الغرابة أو فيها شبه بالسحر، وهي تعتمد على خفة الإنسان ومهارة والدقة في المهارة. لا نستطيع أن نحكم على الحال بأنها سحر أو بأنها يعني خفة يد الحقيقة، لا نستطيع هذا الأمر، ولهذا لا أريد أن نخوض في موضوع الحرمة في هذه الحال، لكن نظرا لشبه هذه الأفعال بطرائق السحرة فالذي أراها أنها تمنع من باب السياسة الشرعية. نعم ولهذا لا تفرق، يعني يأتي ويوضع الإنسان في التابوت ثم يقطع بالمنشار وكان كل شيء تحت هذه الطاولة ليس فيه شيء، ثم تقطع هذه الطاولة ويخرج الإنسان منها سوي، وغيرها من وإناء مثلا تطلع من حمامة ونحو ذلك من الأفعال، هذه أفعال السحرة في الحقيقة، سواء قلنا حقيقتها هي السحر بحقيقته لمن يقول بأن له حقيقة في ذوات الأعيان، ومن قال بأنه مجرد حجم. نعم تغيير في 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 الرؤية بالنسبة للأعين يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أو أن نقول خفة يعني يفعل أشياء معينة يظن الناس أنها من نوع التخيل أو من السحر الحقيقي، الضرب الثالث هي الخفة التي وصلها. لا يستطيع الإنسان أن يفرق في هذا، ولهذا أرى يعني الصرامة في هذا من الجهات المختصة لا تسمح بمثل هذه الألعاب التي يتشبه فيها الناس بالسحر، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول لدينا جروب قرآن لمتابعة قراءة أجزاء معينة أو أوجه معينة من كتاب الله عز وجل، هذا من باب التعاون على البر والتقوى وليس من باب البدع في شيء بالحق، لأنه من باب الوسائل، ولكن إن كان لحفظ القرآن فهو من باب الوسائل البحتة لا شيء فيه إن شاء الله عز وجل، ومن التعاون على البر والتقوى، ولأنه لا يكون هذا الحفظ في الغالب إلا بالمراجعة، أن يراجع وأن يتابع هذه المراجعة سواء كانت بالمقابلة المباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال، هذا نوع. النوع الثاني هي القراءة البحتة، هي قراءة تعبدية بحتة بخلاف الحفظ، الحفظ ليس تعبدي في ذاته، الحفظ وسيلة إلى التعبد بالقراءة، بخلاف القراءة نفسها هي تعبدا، تقرأ تعبدا لله عز وجل. فهنا لا أرى للإنسان الحقيقة يجعله في جروب ويقول أنا قرأت اليوم مثلا 5 أوجه 6 أوجه ويخبر الناس بأنه قد قرأها، ليس لأنها بدعة ولكن لأنها إظهار للعمل من غير حاجة، وأظهر عمله من غير أن يحتاج إلى إظهار هذا العمل، فيكون المنع أو الكراهة أو حتى التحريم عند بعض العلماء هو السبب هو عدم إظهار العمل مع عدم وجود الحاجة، يظهر العمل للحاجة فلا بأس، لكن ليس هناك حاجة مع ما فيها من توطين النفس كما يعبر أبو حامد الغزالي رحمه الله، توطين النفس على الاعتياد والارتياح للرياء، الناس يستمعون الناس ينظرون، فهنا يقع من الرياء وتوطين النفس عليه ما يقع. الله عز وجل شرع لنا من أعمال التحفيز وأعمال اللي هي الظاهرة كصلوات الجماعة والجمعة وغيرها ما يكفي لتحفيز النفس وربطها بالطاعة،
أما الاستمرار وإظهار الأمر سوف ينطلق بكرة على القيام الليل وعلى صلاة صحيح. الوتر وعلى بقية الأعمال، من صلى الوتر من لم يفعل، كل هذا ليس من جنس العمل المشروع، لا لكونه بدعة وإنما لكونه فيه إظهار العمل ويؤدي ويوطن للرياء والشرك الخفي، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سائر يسأل فضيلة الشيخ عن الفرق بين النبي والرسول، هل وإطلاق صلى الله عليه وسلم التسمية والسلام عليهم، هل يقول هل نكتفي عليه السلام بالنسبة للنبي وصلى الله عليه وسلم بالنسبة للرسول، وما الفرق بين ذلك؟ نعم، النبي والرسول بينهما عموم وخصوص من وجه كما يقول العلماء، وهي مما ينطبق عليه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا قيل نبي فهو يشمل الرسول بإطلاق، وإذا قال الرسول يشمل النبي بإطلاق أيضا، لكن إذا قيل نبي وفي موضع واحد نبي ورسول، فالرسول هو الذي بعث بشريعة جديدة مثل شريعة موسى عليه السلام، ثم جاءت بعدها شريعة عيسى عليه السلام، ثم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الذي يتبع أولئك الرسل هو مثل العلماء في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هم كالعلماء يعني يوحى إليهم لكن ليس بشرع جديد. ولهذا التعريف السائد عند بعض العلماء فيه نظر، الرسول يقولون في تعريف الرسول من أمر من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، هذا باطل، لا يمكن أن يوحى إليه شرع ولا يؤمر بتبليغ. لكن هذا الرسول أوحي إليه بشرع جديد، جاء النبي يفسر هذا الشرع الجديد مثل ما يفسر العلماء الآن في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن النبي في الملل السابقة كان يؤيد بالوحي، فإذا قال معنى الآية في التوراة هو هذا فهو يأخذها من بوحي من الله عز وجل، ولهذا كان علماء الأمة الآن هم كأنبياء بني إسرائيل، فكان ورثة الأنبياء، فهو قد أوحي إليه بشرع، شرع تفصيلي، وقد أمر بتبليغه وهو بيان الملة والشرع. ولهذا التعريف السائد المشهور فيه نظر، فإذا الرسول هو من بعث بشريعة جديدة، والنبي هو من يبين هذه الشريعة الجديدة بوحي من الله عز وجل. بارك الله فيك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست توقيفية بصفة معينة، لها صفات، منها الصلوات الإبراهيمية ومنها المختصرة صلى الله عليه وسلم مثلا، ومنها عليه السلام، كل هذا من المشروع سواء كان هذا للأنبياء والرسل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن الدعاء المشهور الذي يلقيه الأئمة والخطب، الأئمة في خاصة في وتر رمضان، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها، يعني هذا من الدعاء الحسن في الجملة، لكن لو دعا بإطلاق أن يسقيه الله عز وجل من الكوثر ومن مائه فهو حسن، ولو دعا بأن يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهو حسن، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ختون تقول فضيلة الشيخ، زوجي لا ينام داخل البيت وإنما ينام في الاستراحة، ويقول أنا مجبور عليك، تسأل هل تصبر معه أم تقول أتطلق منه، ليس بيننا أطفال، لنا 5 سنوات ولم نرزق بأطفال، وهو يتعالج فترة من الزمن ثم أوقف هذا العلاج. طبعا هذا الوضع الذي فعله الزوج هذا وضع غير صحيح، وفترة طويلة 5 سنوات وهو لا ينام إلا بالاستراحة. الزوجة ليس المقصود هو الفراش، هي جزء من مقاصد هذا النكاح، لكن هي سكن، هي راحة، هي لقاء، هي ألفة، هي تعاون، هي فالمعاني الزوجية لها معاني متعددة، ولهذا عليه أن يبادر هذا الزوج، أن يبادر إلى حل هذا الإشكال، سواء كان مشكلة نفسية أو مشكلة عضوية، أو حتى لو كان عين مثلا قد أصيب بها ونحو ذلك، يسعى إلى رقية نفسه، لا أن يجلس وينام في الاستراحة ويدع زوجته على هذه الحال ولمدة 5 سنوات، هذا من الظلم. هي نقول لها عليها أن تصبر، ما نقول عليها وجوبا، لكن يحسن بها أن تصبر على هذه الحال، وأن تتلطف له، وأن تحسن التبعل في حقه على الله عز وجل، لأن يكشف ما هو فيه. فإذا رأت أن الأمر لا يستقيم مع هذه الحال، مع طول المدة ومع عدم وجود أمل وبصيص أمل في هذا النفق المظلم أن يعدل هذا الزوج من هذا السلوك الخاطئ، فلها أن تطلب منه الطلاق أولا وتصطلح معه على شيء، ولها أن تطالبه في المحكمة بطلاقها،
ومن أسوأ ما يفعله الأزواج أحيانا السكوت على مثل هذه الحال حتى يجبرها على أن تفادي نفسها. والله عز وجل يقول لا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، يضار ويزعج ويضايق ولا يطلق من أجل أن يجبرها على أن تفادي نفسها، وهذا من المحرم والموبقات، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. نعم ننصحها بالتأني، لكن إن رأت أن هذا الأمر سيؤثر على نفسيتها ويؤثر على عفتها ويؤثر على سائر حقوقها المادية والمعنوية، فهنا لها أن تطلبه الطلاق ولها أيضا أن تشتكيه في المحكمة والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ ساير في سؤاله الثالث يسأل عن المرأة التي سقت الكلب، البغي من بني إسرائيل التي سقت الكلب، يسأل من أين هي، واللفظ واضح في الحديث أنها من بني إسرائيل. نعم هي امرأة من بني إسرائيل، أما التفاصيل إن كان يقصد التفاصيل لا يقول هل هي من اليهود هل هي من ال أي نعم إذا قيل بني إسرائيل فهي من اليهود. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يحيى الرباطي يقول في رسالة بعثها يقول هل يمكن للإنسان أن يطلب العوض من مستشفى حكومي أخطأ في تشخيص الحالة وتسبب في تعطيل عضو من أعضاء الإنسان؟ نعم للإنسان أن يطالب بحق سواء كان مستشفى حكوميا أو مستشفى أهليا، ويكون التعويض على المستشفى ويكون على الطبيب أحيانا، وهناك لجان شرعية. نعم لجان متخصصة فيها قضاة من وزارة العدل ينظرون في مثل هذه القضايا ويحكمون بالتعويض لأصحاب الحقوق، وقد يصرفون النظر عن التعويض إذا كان الطبيب قد أدى مهنته كما يجب عليه وفق لجان طبية متخصصة أيضا يستعين بها القاضي في هذا الجانب. يعني القضية قرار خبرة، لكن القضاء هنا يدير عملية الخبرة في الحقيقة في هذه المسألة، وله أن يطالب لا يمنع من ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ علي من الجزائر يسأل أن يقول عندنا في الجزائر المرأة تقود السيارة، وليس إذا كان إذا لم يوجد ولي يساعد المرأة في أن تقضي وأن تجلب حاجاتها هل يجوز لها أن تقود السيارة وتخدم نفسها؟ حيث أنه قد سمح وأذن عندهم بقيادة المرأة للسيارة فلا أعرف أن هناك ما يخالف في هذه المسألة، إلا أن يكون هناك خلوة أو يكون هناك اختلاط أو يكون هناك فتنة أو خطر أو سفر من غير محرم، فهذا هو الممنوع في حقها. قرار منع قيادة المرأة للسيارة هو قرار إداري وقرار سياسي بني على مصالح ومفاسد شرعية قدرت في حينها في هذه البلاد، وبنيت عليها هذه القرارات وتلك الرؤية. أما بالنسبة له لا أدري ما الذي يعني يمنعه من ذلك، وقد سمح له وأذن له بذلك، لكن تتبقى المرأة كما الرجل أيضا تماما خاضعين للضوابط الشرعية في هذه المسألة، عدم الخلوة، عدم الاختلاط، عدم الذهاب إلى أماكن الفتن، أماكن الخوف، تذهب إلى مكان بعيد فيه خوف. هذا ولا أعرف أن أحد من العلماء قال بأن الشريعة العلماء في هذه البلاد ولا في غيرها بأن الشريعة قد نصت على أنه محرم لعينه وذاته، ما أحد قال، هو قالوا باعتبارات وبمآلات ووفق أيضا قرار سلطاني، هنا في قرار سلطاني هناك لا يوجد قرار سلطاني، فلها أن تقود بهذه الضوابط التي يعني يخضع لها الرجل كما المرأة والله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عبد الله من تونس يسأل بأن شابا قد اتصل بوالد فتاة وأخبره أنه سيأتي أو ستأتي عائلته لخطبة هذه الفتاة، وأعرب عن رغبتي بهذه الخطبة، هل عمله هذا مشروع؟ يعني هو خطب على خطبة يعني ولا؟ لا خطب، أنا لم انقطع اتصال، لكن كأنه يعني يقول إبداء الرغبة لوالد الفتاة بهذه بهذه الحاجة. لا بأس، هو عملها حسن ويسعى إلى إعفاف نفسه، والخطبة إنما هي وسيلة لهذا الزواج، وإن قصد خطبة على خطبة فهذا لا يجوز ما دام الإنسان لم يعني إذا علم أنهم قد ركن إلى بعضهم فلا يجوز، أما إذا علم عدم الركون خطب لكن جلس شهر ما ردوا له فمعناه ما في ركون وليست خطبة على خطبة. نعم. إن قصد هذه والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أحمد يسأل عن مسح الأذن هل هو واجب أم مستحب، وهل هناك فرق فضيلة الشيخ بين إنشاء المسح أو ضم المسح مسح الرأس مع الأذنين؟ نعم الأذنان من الرأس كما ثبت بذلك الحديث، قال الأذنان من الرأس فيكون مسحهما جزءا من مسح الرأس، وخلاف العلماء شهير في وجوب التعميم في مسح الرأس،
والأقرب الله أعلم. وقد بينت هذا في الموقع في جواب مطول على هذه المسألة أنه هو سنة، التعميم سنة، وأن الحد الأدنى هو أقل ما يسمى مسحا عرفا، وهذا قد بينته في جواب مفصل، كما هو قول أكثر العلماء. أكثر العلماء يرون بعدم وجوب التعميم، الغالبية العظمى من العلماء المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم وجوب التعميم، على الخلاف في بعضهم قال الربع بعضهم قال ثلاث شعرات، فهذا من هذا الجنس والله أعلم. هي من الرأس، من جملة الرأس، فهي سنة، وهذا قول جماهير العلم أنها سنة وليست واجبة. نعم. وتكون مما بقي من، تقول هل يأخذ الماء جديد؟ نعم. تكون مما بقي من بلل في الرأس يكفي هذا، وإن أخذ ماء جديدا فلا حرج. نعم. بارك الله فيكم. وضيش أستاذنكم عبد الجليل من إيطاليا أخي متصل معنا، تفضل عبد الجليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أخوي أنا أحبكم في الله، أنا من بلاد المغرب. أحبك الله يا أخي عبد الجليل. يا شيخ عندي سؤال أريد أن أوجهه إلى فضيلة الشيخ. تفضل. نعم، هي رؤيا، ولكن هل أريد تفسيرا لها؟ لأنني رأيت في حلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. تفضل. أنت تسأل عن أن نعم صلعت الفجر وأنا في إيطاليا، وبعد ذلك نمت نوم قليلا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنني معه في تلك الأيام التي مضت من السنين. وهناك رجل يريد أن يشتم رسول الله ويسبه وأنا أدافع عنه وأقول له والله إن وصلت إلى رسول الله لا أقطعنك ولا أشعلنك. فعندها التفت ورائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورائي وقال لي لماذا تفعل هذا يا عبد الجليل؟ قلت له يا رسول الله وأنا أبكي يا رسول الله لأنني أحبك. فعلقني أنا وصحابي آخر وقال لي لا تخف علي والله لن يؤذوني والله لن يؤذوني. بارك الله فيك. فجزاكم الله خيرا، أريد تفسيرا لهذه وأنا في حالة من أمري هذه ثلاثة أيام. بارك الله فيك أخي عبد الجليل. نحن في هذا البرنامج أخي الكريم يعني برنامج إفتاء وليس لتعبير الرؤى، يعني منحناك الفرصة للاستئناس بهذه الرؤية، خاصة وأنها تحمل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآني في المنام فقد رآني، هكذا الحديث والشيخ. نعم. نعم أشكرك أخي عبد الجليل وأشكر كل الإخوة والأخوات. هنا سؤال آخر، سؤال معنا فضيلة الشيخ الأخ الكريم أحمد يسأل عن حكم لحم الجزور ونقض الوضوء، وهل هذا خاص في المذهب الحنبلي أم عام في المذاهب؟ نعم، هذا من حيث نسبة الأقوال المذاهب، هو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله، ولم يقل بها البقية الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم، لكن الأسعد بالدليل في هذه المسألة هو مذهب أحمد رحمه الله، فإنه أظهر في بيان كون أكل لحم الجزور يعتبر ناقضا للطهارة. هناك من قال بمثل قول إمام أحمد، من أئمة علماء المذاهب الأخرى مثل إمام النووي رحمه الله يرى بأنه ناقض، وكذلك ابن المنذر أيضا وكلاهما علماء الشافعية وغيرهما من علماء المذاهب الأخرى، لكنها ليست مسجلة في معتبرة في أنها من أقوال المذهب، لكنها يعتبر خارج عن يعني النووي خرج في هذا عن مذهبه، وكذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، والأظهر من حيث الدليل هو اعتباره ناقضا والله أعلم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله ماجد عضو مجلس الشورى، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. حياكم الله وبارك فيكم. شكر الله لكم إخوتي وأخواتي حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.